صرخة يا حسين تدوي في مجالس العزاء وحضور شبابي يطغى في عزاء مكتب السيد الحكيم. الإعلام والاتصالات تستنفر جهودها لتوفير الخدمة خلال زيارة عاشوراء وفرش ساحة بين الحرمين الشريفين بالسجاد الأحمر. حضور للشهداء في مواكب العزاء الحسيني وعدد من دول العالم تشهد إقامة المجالس. أنصار حتى الموت كل واحد سيف مجرب يا خيمة زينب نتجمع ونشيل الراية ونصيح الوادم لو بعد احنا الشراية أنصار أنصار. رجال الله في الأرض شمروا عن سواعدهم وجردوا سيوفهم هتفوا أرواحنا دون الحسين استأنسوا بالموت جملوا إياه وكحلوا بالدم أجفان السماء وارتحلوا إلى ربهم ولاقوا الأمر بقضاء قضاء الله أن يراهم شهداء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أوفوا عهدهم لزينب والحسين رتلوا الموت مع ابن الطاهرين مع سبط الصادق الأمين ابن قائد الغر المحجلين كل ذلك الحديث هو عن أصحاب الحسين يوم الطفوف فحبيب بن مظاهر في الحرب حاضر وللعترة ناصر وابن الرياح حر في المعركة قرر وعابس جن بحب الحسين وجون وبرير وابن القين أنصار نصروا الدين وبدمائهم وصلوا إلى اليقين. حسيني ايه هويتي جيبي حط وصيتي حسين المعقول جفي حله جبتوا ياخذ ثاري ولا ركبت العاري كتبتوا في يساري هيهات من الذله اللي يتحدى شنه اللي عنده نصيحه لا يتحدى بالسيف انا رده وبقلب رب العله شيعي وانا الصداره مفتوح قلبه وداره للطيب انا بشاره ما ادور انا زله حسين مولاي يستمر المؤمنون من أتباع أهل البيت عليهم السلام في العراق بإقامة مجالس العزاء الحسيني إحياء لذكرى واقعة الطف الأليمة وتقام هذه المجالس في المساجد والحسينيات حيث يستحضر فيها الخطيب الحسيني ما جرى يوم العاشر من شهر محرم الحرام من مصائب على الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم في كربلاء فضلا عن أنها تعتبر فرصة للتذكير بالقيم الدينية والأخلاقية. الله عسى وادي غط الولاية راية الحق غراية جو حسيني للغاية تمدت السنة كلها تمد على عليه حب حسين ابو النعمة ينزل مطرة الرحمة على الدنيا بالخدمة مواكبنا ومشاعلها مواكبنا يلا المجالس للنحر مدارس للبشر تنافس. مكتب السيد الحكيم وكعادته في العشرة أيام الأولى من شهر محرم الحرام يرفع راية العزاء الحسيني حيث يقيم المجالس الحسينية في قاعة بغداد الكبرى التي تحتضن يوميا جموع المؤمنين المعزين
ويقام مجلس العزاء المركزي ويعتلي المنبر الخطيب الحسيني سيد إحسان الحكيم، حيث يلقي محاضرات دينية توعوية تسلط الضوء على الأبعاد الدينية والاجتماعية لثورة الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف الأليمة. ليلة السادسة صدح صوت الرادود الحسيني الملا محمد الجناني بقصائد حسينية تروي سيرة أصحاب الإمام الحسين رضوان الله تعالى عليهم. بآهاتك بعبراتك بحسراتك صاح السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، هذه سيوف غلمانكم أبوا إلا أن يغمدوها في جماجم أعدائكم. يعني يقولها زينب احنا موجودين سيدتي احنا المدافعين. قامت زينب فنزلنا في ثراها ام ترى قد نزلنا يا حسين سيدي ام القرى. كربلا في ليل حج العشق صارت مشعرا، نشتري بالروح مجدا فالحسين المشترى، نشتري بالروح مجدا فالحسين المشترى. يا صعيد للوقوف لحج بالطفوف. أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد تشكيل غرفة عمليات ميدانية في مدينة كربلاء المقدسة بهدف ضمان توفير خدمات اتصالات عالية الجودة وموثوقة خلال زيارة عاشوراء. المؤيد ذكر في بيان أن الهيئة وبالتعاون مع شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد عملت على تنفيذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للاتصالات في كربلاء بما يضمن انسيابية عمل الشبكات الهاتفية خلال مدة الزيارة. ولفت إلى أن الخطة الميدانية تضمنت توسيعة نطاق التغطية وزيادة سعة شبكات الهاتف النقال، إضافة إلى تركيب أبراج اتصالات إضافية في المناطق التي تشهد كثافة عالية من الزوار. أعلنت العتبة العباسية المقدسة فرش ساحة بين الحرمين بالسجاد الأحمر استعدادا لركضة الطواريج. وذكر المكتب الإعلامي للعتبة المقدسة في بيان أن ملاكات قسم بين الحرمين الشريفين في العتبة العباسية المقدسة شرعت بفرش الساحة الوسطية بالسجاد الأحمر استعدادا لعزاء رغدة طويريج. وقال معاون رئيس القسم محمد مصطفى الطويل حسب البيان إن ملاكات القسم وفرق المتطوعين أنهت فرش الساحة الوسطية لمنطقة ما بين الحرمين الشريفين بعشرة آلاف متر مربع من السجاد الأحمر استعدادا لاستقبال المشاركين بعزاء رغدة طويريج في العاشر من شهر محرم الحرام. قلب أبيض قميص الأسود على قلبه وعلى ثوبه يحس لحظة أثر جف يمتد أثر جف حيدر معناها تشد عزمه وسامك صدره ومقبوله الخدمة أجر كل دمعة بميزانك النجم. كعادتهم في كل عام يواصل أعضاء هيئة حسيني أنا العمل والتحضير لترجمة وتجسيد واقعة الطف بجميع تفاصيلها في صبيحة يوم العاشر من شهر محرم الحرام فيما يعرف بالتشابيه. حسين ياسين والمسيد. تجسيد واقعة الطف الأليمة بجميع تفاصيلها هو ما تواصل الاستعداد له هيئة حسيني أنا، حيث دأب أعضاء الهيئة على العمل ليلا ونهارا في منطقة الحبيبية شرق بغداد تمهيدا ليوم العاشر من شهر محرم الحرام، حيث سيقدمون في صبيحته ما يعرف بالتشابيه التي تروي أحداث عاشوراء التضحية والفداء. هي قصة استشهاد الإمام حسين عليه السلام وأهل بيته. هذا العمل نقوم به كل عام منذ سنوات مضت ما يقارب 19 سنة احنا نقيم هذا العمل الذي يجسد مظلومية الإمام الحسين سلام الله عليه. المشروع هو مشروع الطف من العاشر، والعاشر يعتبره قبلة يعني ما نقدر نعوفها. ها صارنا حوالي شهرين قاعد نشتغل الموضوع الموقع هذا مالت العاشر
كخيم مال بني هاشم، خيم مال جيش عمر بن سعد، وقد تشوفون قدامكم هالامور. يعني واقعة الطف ايش قد ما تشتغل بها ما تتعب. اكثر من 600 مشارك ضمتهم الهيئة هذا العام لتأدية هذا العمل، اما الهدف فهو واحد، احياء القضية الحسينية وتعريف العالم بالمضامين العظيمة التي ضحى من اجلها الامام الحسين واهل بيته وأصحابه عليهم السلام. واقعة الطف، الصلاة، العبادة، الشهادة، الدين، الأخوة، الشرف، العفة، الحجاب، كلهن نأكد عليهن بالإضافة إلى الدمعة. عندك برير قارئ القرآن، عندك هذا الغلام التركي، عندك القاسم، عندك عمرو بن جنادة، أطفال لم يبلغوا الحلم يقاتلون أصحاب عقيدة يصلون، عندك يقول الحسين زينب ان خدرك اعز علي من ولدك الاكبر، حجابك 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 فوق كل شيء، الحجاب مهم، القران مهم، الصلاه مهمه، كلهن جسدهن ابي عبد الله الحسين في واقعه كربلاء. هذه الصورة الولائية للعترة الطاهرة التي يقدمها أعضاء هيئة حسيني أنا، مثلها العديد من الصور في شتى بقاع العراق والعالم، والتي ستبقى ببقاء حبهم وانتمائهم لصاحب الذكرى وقضيته العادلة. لا يومك يومك يا أبا عبد الله هي ليست فقط عبارة عابرة، بل عبرة وعبرة لواقعة ستبقى شعلة تستنير منها مختلف الأجيال. حسين ياسين الفرات، بغداد. للمزيد مشاهدينا الكرام ينضم لنا من النجف الأشرف مراسلنا سجاد الخاقاني. السجاد تحية طيبة، مساء الخير، كيف هي صورة إحياء المجالس ونحن نعيش ذكرى شهادة الإمام الحسين وتلى الخير من أصحابه وأهل بيته؟ نعم، تحية طيبة لكم زميلتي استبرق، وعظم الله لكم الأجر بحلول ليلة السابع من شهر محرم من الحرام، وهي ليلة حامل لواء الطف قمر بني هاشم كفيل زينب أبي الفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام. رفعت رايات الحزن والعزاء في مدينة النجف الأشرف لرحاب سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليهم السلام، واليوم نتواجد هنا في أحد أهم المجالس الحسينية التي تقام في مرقد شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم وعزيز العراق، قدست أسرارهما. واقعا شهيد المحراب الذي كان دائما ما يعني ينادي ويوصي بأن القضية الحسينية يجب أن تكون رمزا لنا، الزيارة الأربعينية يجب أن تكون رمزا لنا، هذه هي الأبجدية التي استشفيناها من الأعلام في تعزيز هذه الهوية الحسينية، والتي أفنى عمره الشريف في استدامة القضية الحسينية. فالنجف الأشرف كما تشاهدون اليوم هي يعني انطلقت مراسم العزاء الخاصة بليلة السابع من شهر محرم من الحرام، واقعا الطقوس التي تنطلق في مساء هذا اليوم وما يعرف بالمشاعل، وهي توقد النيران، وهي تعبيرا عن 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 يعني عن عزيمتهم وعن مشاركتهم لسيد الشهداء وللمخيم الحسيني، وعن هذه الغيرة الحمية لشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واقعا في مدينة النجف الأشرف اليوم الصورة تختلف عما يعني من الأيام السابقة من شهر محرم من الحرام. السجاد الأحمر الذي افترش من المساء يوم أمس في المحيط الخارجي للعتبة العلوية المقدسة إذانا بدخول ذروة المراسيم التي تدخل إلى الأجواء العلوية في المدينة القديمة، وهذه المواكب التي تفد ربما تكون تنقطع مواكب الزنجيل في يعني من مساء هذا اليوم، وتبدأ يعني الطقوس خاصة في مدينة النجف الأشرف إحياء لهذه الأيام المباركة وهذه المصائب العظيمة وصولا إلى العاشر من شهر محرم الحرام. واقعا النجف يعني تستمر مجالسها إلى الثالث عشر من شهر محرم من الحرام، تبقى في استمرار هذه الشعائر الحسينية وإقامتها في المداخل الرئيسية والشوارع داخل المدينة القديمة، إضافة إلى الحسينيات والجوامع والأماكن التي تقام فيها المجالس الحسينية، وهناك يعني شعائر تقام أيضا في العشرة الأولى، وأيضا يعني بعد ذلك تستعد مدينة النجف الأشرف لاستقبال ملايين الناس الذين يتوافدون صوب كربلاء المقدسة
باعتبارها محطة مهمة في الشعيرة زيارة الأربعين عليه أفضل الصلاة والسلام. نقف اليوم هنا في هذا المجلس الذي يتوافد إليه كبار العلماء من الحوزة العلمية الشريفة والأكاديميين والكثير من النجفيون الذين يتواصلون ويتوافدون إلى مرقد الشهيد المحراب لإحياء هذه الليالي العظيمة. ويستمر هذا المجلس من داخل مرقد الشهيد المحراب واقعا إلى ليلة العاشر من شهر محرم الحرام، والتي تشهد صراحة حضور كبير من كل الجهات ومن كل يعني الأوساط الحوزوية والأكاديمية تصل إلى هذا المكان لإحياء هذه الليلة المباركة والمشاركة بالقرب من عزيز العراق وبالقرب من السيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف. هذه الصورة متكاملة حاليا من مدينة النجف الأشرف. يقابل هذه الزيارة لو انطلقنا إلى الأماكن وإلى المداخل الرئيسية لمدينة النجف الأشرف، يعني يوم أمس السيد المحافظ يعني كان له يعني اتصال مع دولة رئيس الوزراء لتعزيز الطاقة الكهربائية في هذه الأيام باعتبار هناك كثافة يعني هائلة من الزائرين الذين يتوافدون ويقيمون الشعار من المواكب الحسينية الراجلة التي تصل إلى المدينة القديمة وإحياء هذه المجالس داخل المرقد العلوي المطهر. لذلك نادت الإدارة الحكومة المحلية بزيادة الطاقة لتكون تقريبا تغطية كاملة من الخدمة من الخدمة الغذائية ومن الخدمة الأمنية إضافة إلى الطاقة الكهربائية وهي عصب وشريان يعني العمل اليومي وإضافة إلى القضية الحسينية وهذه الشعائر التي تعتمد ركيزتها على هذه الطاقة. شكرا جزيلا للسجاد الخاقاني، كنت معنا من النجف الأشرف. محافظات العراق شهدت إقامة المجالس الحسينية منذ اليوم الأول من شهر محرم الحرام. المحافظات تشاركت جميعا بإظهار الحزن على المصائب التي مرت على أهل بيت النبوة سواء من قبل وأثناء وما بعد واقعة القصف الأليمة، ليعلن العراق للعالم التصاقه بالثورة الحسينية وبمنطلقاتها الدينية والإنسانية مهما كانت الظروف ومهما تغيرت الأيام. والشرف بايعته ربيت لدعاجهم يا حسين بطبلاتهم ربيت لدعاجهم كلهم وفاوح النية. في جامع الهندي بالنجف الأشرف تواصل الجموع المؤمنة أحياء الليالي العاشورائية بإقامة المجالس العزائية في ذكرى الإمام الحسين عليه السلام. المؤمنون أحيوا الليلة السادسة من شهر محرم الحرام بمجالس عزائية حسينية سلطت الضوء على المسيرة الحسينية وطريق التغيير والإصلاح الذي خطه الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الأوفياء. ويرتقي المنبر الخطيب الحسيني الشيخ جعفر الدجيلي حيث يلقي محاضرة دينية تبرز الأبعاد العقائدية والإنسانية للثورة الحسينية. رامي العمامة من على رأسه قال لبيك حبيب لمثل هذا اليوم ادخرني أمير المؤمنين. قال سيدي ارجع لا سهرت عيونكم. أريد بس الأصحاب. وكما جرت العادة السنوية أقامت أسرة الإمام الحكيم قدس سره وفي مرقد شهيد المحراب في النجف الأشرف مجلس عزاء إحياء للشعائر الحسينية. القائمون على مجلس العزاء الحسيني جددوا العهد مع الإمام الحسين عليه السلام وسير على نهجه القويم وأحياء أمر أهل البيت عليهم السلام وإظهار مظلوميتهم للعالم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين. الحي سبيس خمسوني نعم جنون المخاطر ليس مميزا وجنتنا لدينا ولكننا نعفو ونكمل غيرنا وحسب الظروف. هذا التفاوت الحسين هذه جيت من مكه ومن المدينه.
يشهده شارع بغداد وسط مدينة العمارة استعراضا للمواكب الحسينية والتي اعتادت منذ سنين على إحياء أيام عاشوراء بمواكب عزائية، وسط تأكيد الحكومة المحلية على توفير جميع احتياجات المواكب لتقديم العزاء بمصيبة الإمام الحسين عليه السلام. أحمد السدخان. إنه شارع بغداد وسط مدينة العمارة الذي يعد من أبرز الأماكن التي تشهد إحياء مراسم عاشوراء. هذا الشارع الذي يوصف بمهد المواكب الحسينية في محافظة ميسان اعتاد المعزون فيه منذ عقود على إحياء ذكرى واقعة الطف، معبرين عن الحزن والأسى على استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. والمعروف عن شارع بغداد وجامع أنصاري هو المنفذ الرئيسي الوحيد سابقا ولاحقا على شارع بغداد وجامع أنصاري، واليوم إن شاء الله تكون أكثر مواكب نزولا في هذه الليلة إن شاء الله. شارع بغداد هو مهد المواكب، يعني مركز المواكب بالعمارة. شان هسه ما شاء الله توسعت المواكب كثرة الناس، فإحنا موكبنا تأسس هنا بعد سقوط صدام، تخدم الماء والشاي للمعزين يجون هنا والمواكب. الإمام الحسين شأنه وهاده في قلوب الشيعة، وهذا الشارع بغداد بعد ما تاريخه عريق وتاريخه مشرف. انا اتذكر يعني من حوالي قبل 70 سنه 80 سنه شارع بغداد على هاي الشاكله وعلى هاي المنابر الحسينيه الوهاجه. وتسلم الابناء عن الاباء والاجداد رايه الخدمه الحسينيه ليواصلوا اقامه المجالس والمواكب الحسينيه، مستمرين في احياء ذكرى ثوره الامام الحسين عليه السلام ومبادئه الساميه. موكبنا من 1922 تأسس مرحوم مالدي، ونحمد الله ونشكره. احنا موكبنا موكب الأطامة، موكب محلة الدبيسات، تأسس سنة 1922 ولا يزال على نطلع من الدبيسات إلى أن نوصل إلى جامع الأنصاري، والحمد لله والشكر يعني مستمرين على هذه التعزية. من جانبها تؤكد الحكومة المحلية توجيه جميع الدوائر الخدمية والأمنية لتقديم كل ما تحتاج إليه مواكب عاشوراء من أجل إحياء هذه الشعيرة بنجاح. اليوم في مركز المحافظة وفي شارع بغداد وقرب جامع الأنصاري، حيث هذا المكان وهذه المنطقة منذ سنين انطلق منها المواكب الحسينية في عموم المحافظة، وهذا الموقع بالتحديد هو منبر للحسين ومنبر للشعائر الحسينية. حقيقة نحن في الحكومة المحلية في محافظة ميسان تم توجيه جميع المؤسسات الخدمية بتوفير كافة الاحتياجات للمواكب الحسينية وخدام أبي عبد الله الحسين من قوات أمنية ومن مراكز صحية وخدمات بلدية. وتبقى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام المعين الذي لا ينضب من القيم والمبادئ السامية التي تلهم الأجيال بالثبات والتضحية والفداء في سبيل الحق والعدل. أحمد السدخان، الفرات، ميسان. يواصل مجلس الحر الرياحي في مدينة المعقل بالبصرة إقامة العزاء الكبير وأحياء الأيام العاشورائية، حيث يرتقي المنبر سيد هادي الطويرجاوي الذي أحيا ليلة استشهاد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، مستذكرا دورهم الكبير في إدامة النهضة الحسينية. أريد الحق بالحرب نسل الطهور، وفد نفسي وانشتل بالطف شهيد، الصيح بتعمى وقلبها الفقد ذاب، وين اروح خلاف عينك يا شباب، الازمة ترشاب ورفسها بالرشاب جفل طاس. وللمزيد مشاهدينا الكرام ينضم معنا مباشرة من بابل مراسلنا همام الموسوي. همام، تحية طيبة، كيف يحيي المؤمنون مجالس العزاء الحسيني في المحافظة وعلى جميع المستويات معنويا وماديا؟ همام، إذا كنت تسمعني سألتك كيف يحيي المؤمنون مجالس العزاء الحسيني في هذه الأيام ذكرى شهادة الإمام الحسين. صوت ضعيف.
أمام هل تسمعني؟ على ما يبدو أن الزميل طيب سأكرر لك السؤال زميلي همام، كيف يحيي المؤمنون مجالس العزاء الحسيني في المحافظة وعلى جميع المستويات سواء كانت المستويات المادية وكذلك المعنوية بشكل عام؟ نعم عظم الله دورنا وسوركم. نعم إنه اليوم السادس من شهر محرم الحرام، طبعا مدينة الحلة أو محافظة بابل. هنا المواكب تنقسم إلى عدة أقسام، فهنا بحسب الطبيعة أو حسب العادات والتقاليد التي خرجت أو أسست فيها المواكب الحسينية. يعني مثلا في مركز مدينة الحلة تخرج المواكب الحسينية في يعني بعد الظهر في العصر مثل ما نقول، وأيضا ما بعد صلاة المغرب والعشاء، وتستمر إلى الساعة 11 أو 12 ليلا. أما في الأقضية والنواحي هناك مواكب أيضا تنزل يعني العصر، وهناك مواكب تنزل فقط في المساء، هذا على يعني حسب العادات والتقاليد في تلك المناطق في الأقضية والنواحي. أيضا هناك المواكب الخدمية حقيقة اللي تنتشر على كل الطرقات، فهذه في هذه العشرة الأولى هناك الكثير من المواكب التي تنتشر حتى في داخل الأحياء السكنية بعيدة عن المواكب وعن نزول المواكب، هي لتقديم المشروبات وأيضا لتقديم المأكل بثواب الإمام الحسين عليه السلام. ناهيك عن المجالس الحسينية في البيوتات الحلية في البيوتات البابلية، فكلها تعقد في البيوتات البابلية. وحقيقة فيما شاهدنا في هذا العام هناك مواكب حسينية أنشئت على الفطرة، فنشاهد أطفال يعني لم يبلغ عمرهم العاشرة أو التاسعة أو الحادي عشر سنة يجمعون فيما بينهم وينسقون خيمة وأيضا يوزعون المأكل والمشرب للمارة، هذا كله داخل الأحياء السكنية. هذا فيما يخص المواكب الحسينية. وهذه المواكب حقيقة قبل محرم كان هناك اجتماع أمني موسع ضم القيادات الأمنية مع المواكب الحسينية في سبيل تسهيل عملية حركة المواكب داخل الطرقات التي يجري فيها المواكب الحسينية. حقيقة في داخل مركز مدينة الحلة هناك انسيابية كبيرة لحركة العجلات، فلم نقطع يعني لم نشهد هناك انقطاع شامل يعني الطرقات، بل هناك انقطاع فقط للشوارع التي تمر فيها المواكب الحسينية. وأيضا هناك الكثير من المفارز الصحية منتشرة على هذه الطرقات مع توفر سيارات الإسعاف في حال حدوث يعني إصابة أو في حال حدوث أي خلل. طيب إن شاء الله. نعم شكرا جزيلا للزميل همام الموسوي وتحية طيبة، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.